السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد فريد. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع الصف الثالث الإعدادي علوم، الجزء الثالث من الدرس الأول إن شاء الله، وهو خاص بتفاعلات الأكسدة بالاختزال، وده الجزء الأخير وهنبتدي على طول مع بعض. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا في البداية كده لازم نعرف إن الأكسدة بالاختزال متقسمين حسب المفهوم التقليدي وحسب المفهوم الإلكتروني. حسب المفهوم التقليدي ده كانت معتمدة على وجود الهيدروجين والأكسجين في التفاعل، وبالتالي ظهر لنا المفهوم الالكتروني كمان موجود اللي هو بيعتمد على فقد واكتساب الالكترونات، وده هنشوفه دلوقتي مع بعض ان شاء الله. اول حاجه المفهوم التقليدي، هنعرف دلوقتي من تفاعل قدامنا لاكسيد النحاس الساخن مع غاز الهيدروجين الجاف. ده تفاعل بيتم ازاي؟ بيتم فيه اختزال اكسيد النحاس بواسطه غاز الهيدروجين. فعند امرار غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس الاسود الساخن، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الهيدروجين بينتزع الاكسجين من اكسيد النحاس وبيكون بخار ميه، وبيتحول لاكسيد النحاس الاسود، بيتحول فيه اكسيد النحاس الاسود الى عنصر النحاس الاحمر، وبالتالي ده اختلاف الالوان اللي احنا شايفينه في الصوره. طيب ازاي حصل تاني؟ الهيدروجين بيمر على اكسيد النحاس الساخن وده كان لونه اسود، الهيدروجين ده بينتزع الاكسجين من اكسيد النحاس وبيتحول لبخار ميه وبيخرج، ولكن بيظل النحاس او بنشوف النحاس بيبقى او بيتحول، يعتبر ده اللي بيبقى موجود معانا عنصر النحاس وده لونه احمر، فبالتالي بيتحول اكسيد النحاس من اللون الاسود الى عنصر النحاس الاحمر، يبقى من اكسيد نحاس لونه اسود الى عنصر النحاس لونه احمر. طبعا لازم ناخد بالنا برضو كالعاده ان في هنا تسخين لاكسيد النحاس زي ما احنا شايفين موجود معانا على الرسم، فلازم نخلي بالنا ان ده هيظهر معانا كمان في معادلة التفاعل. فبالتالي هنا بيقول لي بيعبر عن التفاعل ده بالمعادلة الاتية اللي هي H2 عامل مختزل زائد CuO عامل مؤكسد، CuO دايما بعد التسخين وبوجود الهيدروجين طبعا بنلاقي ان هي بتخرج كبخار ميه H2O زائد عنصر النحاس اللي هو Cu. فالمعادلة دي بتقول لنا ان الهيدروجين عامل مختزل والCuO اللي هو اكسيد النحاس عامل مؤكسد، وهنعرف ليه دلوقتي. فهنا بيقول حدث عملية اكسدة الهيدروجين لاتحاده بالاكسجين متحولا الى بخار ميه. فهنا بنعرف ان لما بيحصل عملية اكسدة الهيدروجين بنعرف ان الهيدروجين هنا عامل مختزل. ليه؟ لانه اختزل اكسيد النحاس الى النحاس وانتزع الاكسجين منه او من اكسيد النحاس. يعني بنعبر هنا عنها بطريقتين او باكتر من شكل. فهنا بيقول يعتبر الهيدروجين عامل مختزل. طيب ليه؟ هنقول لانه اختزل اكسيد النحاس الى النحاس او انتزع منه الاكسجين من اكسيد النحاس. نيجي بقى لاكسيد النحاس وده عامل مؤكسد. طيب حصلت له عمليه اختزال ازاي؟ لان حصلت عمليه اختزال ازاي لاكسيد النحاس ده؟ لانه لانتزاع الاكسجين منه متحولا الى نحاس احمر، يبقى حصلت له عمليه اختزال، وبالتالي بيعتبر اكسيد النحاس عامل مؤكسد. ليه؟ لانه اكسد الهيدروجين ومنح الاكسجين للهيدروجين، وبالتالي عرفنا هنا ان عمليه اكسده للهيدروجين فالهيدروجين عامل مختزل، وعمليه اختزال لاكسيد النحاس يبقى اكسيد النحاس عامل مؤكسد. وهنشوف مع بعض ونكمل. بيقول هنا من النتائج المترتبه على امرار غاز الهيدروجين على اكسيد النحاس الاسود الساخن، ده طريقه للسؤال. فمن هنا طبعا عرفنا ايه اللي بيحصل، بيتأكسد الهيدروجين الى بخار ماء ويختزل اكسيد النحاس الاسود الى النحاس الاحمر. وطبعا بنسبة اجابتنا بمعادلة التفاعل زي ما احنا شايفينه قدامنا، وما ننساش على السهم المثلث اللي بيدل على الحرارة او وجود حرارة او تسخين. مما سبق بقى بنستنتج المصطلحات اللي احنا شايفينها قدامنا، العامل المختزل المادة التي تنتزع الاكسجين او تمنح الهيدروجين اثناء التفاعل الكيميائي، وده بيحصل له ايه؟ بيحصل له عملية أكسدة. طب ليه بيحصل له عملية أكسدة؟ إذا احنا فهمنا إن هو بياخد الأكسجين، وبالتالي هنا عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين إلى في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها، يبقى عملية الأكسدة دي إيه؟ عملية كيميائية تؤدي إلى زيادة نسبة الأكسجين في المادة أو نقص نسبة الهيدروجين فيها. نيجي بقى الناحية التانية للعامل المؤكسد، وهنا العامل المؤكسد طبعا هنلاحظ ان المادة اللي بتمنح الاكسجين او تنتزع الهيدروجين اثناء التفاعل الكيميائي، وبيحصل له ايه؟ بيحصل له او يحدث له عملية الاختزال. عملية الاختزال هي عملية كيميائية بتؤدي لنقص نسبة الاكسجين او زيادة في المادة او زيادة نسبة الهيدروجين فيها.
لازم نفرق ما بينهم كويس جدا جدا وما نتلخبطش. وهي حاجه واضحه جدا، عمليه الاكسده دي بتؤدي لزياده نسبه الاكسجين او نقص نسبه الهيدروجين. يبقى اكسده زياده الاكسجين، زياده نسبه الاكسجين، انما الاختزال بتبقى نقص نسبه الاكسجين او زياده نسبه الهيدروجين، دي عمليه الاختزال. هنخلي بالنا ونفرق ما بينهم كويس جدا، ان شاء الله يبقى الموضوع سهل. نيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو النهارده، هو الاكسده والاختزال حسب المفهوم الالكتروني او الحديث. هنا بيقول ان النظريه الالكترونيه دي الحديثه قدمت مفهوم ادق للاكسده والاختزال، لان في تفاعلات زي ما قلنا ما بيبقاش فيها تفاعلات اكسده واختزال لا تتضمن اكسجين او هيدروجين، وبالتالي بنظهر حاجه جديده وهي مفهوم الالكتروني. يبقى تاني، قدمت النظريه الالكترونيه الحديثه دي مفهوم ادق للاكسده والاختزال، حيث ان تفاعلات اكسده واختزال لا تضمن، هناك تفاعلات اكسده واختزال ما بتتضمنش او لا يوجد فيها اكسجين او هيدروجين. وبالتالي هنا زي ايه، تفاعل اتحاد ذره الصوديوم مع ذره الكلور عشان تكون جزيء كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. طيب ده مثال بسيط جدا في ان ذره الصوديوم بيحصل لها ايه، بتفقد الكترون، وذره الكلور بتكتسب الكترون وبيخرجه زي ما احنا شايفين ايونات الصوديوم، ايون صوديوم موجب والكلور ايون كلور سالب. يبقى ايون صوديوم موجب وايون كلور سالب دول النواتج معانا، والسالب طبعا موجوده فوق والموجب موجوده فوق حسب كل واحد الاشاره اللي عليه. طبعا المعادله دي اللي بتعبر عنهم هنا ان ايه زائد سي ال 2، وطبعا ان جنبها 2 عشان وزن المعادله. الان ايه بيحصل له عمليه اكسده، وهنعرف دلوقتي ايه مفهومها بالنسبه للالكترونات، فقد الكترون، وبعد كده هيطلع الناتج معانا ان اي سي ال، وجايب لي الاشارات عليهم زي ما احنا شايفين 2 ان اي سي ال عشان وزن برده المعادله. هنا بيقول لي الصوديوم والتوضيح هنا بتاعه، حدثت عمليه اكسده للصوديوم اللي هو فقد الكترونات وما ننساش، يبقى حصلت له عمليه ايه، اكسده وفقد الكترون. يبقى حدثت عمليه اكسده للصوديوم عالي ليه؟ لان كل ذره صوديوم تفقد الكترون متحوله الى ايون صوديوم موجب. يبقى هنا المعادله بتاعتها هي لوحدها منفصله 2 ان اي، هتدينا 2 ان اي بلس وزائد 2 الكترون بالسالب. نيجي نكمل بعد كده، بيقول لي بيعتبر الصوديوم عامل مختزل. طيب احنا فهمنا عامل مختزل ليه وهو حصلت له عمليه اكسده؟ عامل مختزل لانه كل ذرة صوديوم بتفقد الكترون اثناء التفاعل الكيميائي متحوله لايون صوديوم موجب. نيجي بقى للجنب الثاني للكلور، وهنا بيحصل عمليه اختزال للكلور، وعرفنا ان هو اكتسب كل ذرة كلور اكتسبت الكترون. ليه بقى؟ لان كل ذرة كلور تكتسب الكترون الذي فقدته ذرة الصوديوم متحوله الى ايه، ايون كلور سالب او ايون كلوريد، والمعادله بتاعتها زي ما احنا شايفين Cl2 زائد 2 الكترونز هيدينا 2 Cl سالب. طبعا برضو بنعرف من كده ان الكلور يعامل مؤكسد. ليه؟ لان كل ذره كلور اكتسب الكترون اثناء التفاعل الكيميائي متحوله لايون كلور سالب. وهنعرف دلوقتي المصطلحات برضو حسب المفهوم الالكتروني. يبقى العامل المختزل هو الماده اللي بتفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي وبيحصل له عمليه اكسده، وهي عمليه كيميائيه بتفقد فيها ذره العنصر الكترون او اكثر. نيجي للناحيه الثانيه، العامل المؤكسد هو المادة التي تكتسب الكترون أو أكثر أثناء التفاعل الكيميائي وبيحصل له عملية اختزال، هي عملية كيميائية بتكتسب فيها ذرة العنصر الإلكترون أو أكثر، وشفنا المثال اللي فات عليهم. هنا بيقول لي علل بقى، الأكسدة والاختزال عمليتان متلازمتان تحدثان في نفس الوقت. ليه؟ لأن عدد الإلكترونات المكتسبة في عملية الاختزال بيساوي عدد الإلكترونات المفقودة في عملية الأكسدة. يعني مفيش حاجة مختلفة، فبالتالي اللي بيفقد هنا هو اللي بيكتسب هنا، او المكتسب هنا هو اللي بيفقد هنا، وعشان كده بيتموا في نفس الوقت او هما عمليتين كمان متلازمتين. بعد كده سؤال تاني بيقول لي معظم الفلزات عوامل مختزله بينما معظم الفلزات عوامل مؤكسده. طب ليه مختزله ومؤكسده؟ ليه؟ يبقى تاني السؤال، معظم الفلزات عوامل مختزله بينما معظم الفلزات عوامل مؤكسده. طبعا الفلزات بتميل لفقد الالكترونات اثناء التفاعل الكيميائي، يبقى ليه؟ لأن الفلزات تميل إلى فقد الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي، بينما اللافلزات تميل إلى اكتساب الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي. تاني، بينما اللافلزات تميل إلى اكتساب الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي. هنا بقى بيقول لي ملحوظة إن أي عملية كيميائية بتتضمن فقد الإلكترونات يقال إنها عملية أكسدة، وأي عملية كيميائية بتتضمن اكتساب الإلكترونات يقال إنها عملية اختزال. وهنا جايب لي الأمثلة على الموضوع ده.
هنا في عملية الأكسدة، شايفين طبعا النحاس بيفقد، بيحصل أكسدة، بيفقد 2 إلكترون، والحديد برضو بيحصل له أكسدة ويفقد إلكترون، يبقى النحاس أكسدة وبيفقد 2 إلكترون. وزي ما احنا شايفين طبعا الفقد عامل ازاي. نيجي بقى للناحية التانية في عملية اختزال واكتساب الإلكترون، فهنا الفضة أو الـ Ag بلس بتكتسب إلكترون تطلع Ag بعد عملية الاختزال، والبروم برضو بيكتسب إلكترون بالسالب زي ما احنا شايفينه، وبيحصل له عملية اختزال ويطلع بروم ماينس أو بروم سالب. يبقى بروم بيكتسب إلكترون ويطلع بروم سالب، بروم يكتسب إلكترون ويطلع بروم سالب، ده بعد ما بيحصل له عملية الاختزال. نيجي بقى ملخص الموضوع ده كله هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنا بيقول لي ملخص لعمليتين أكسدة الاختزال، العامل المختزل بتحصل له عملية أكسدة، واللي هو اتحاد بالأكسجين أو منح هيدروجين أو فقد إلكترونات، ده العامل المختزل. بينما العامل المؤكسد هنا هنشوفه مع بعض بيحصل له عملية اختزال أو منح أكسجين أو اتحاد بالهيدروجين أو اكتساب إلكترونات. يبقى نقوله مرة كمان، العامل المختزل بتحصل له عملية أكسدة واتحاد بالأكسجين أو منح الهيدروجين أو فقد إلكترونات، بينما العامل المؤكسد تحصل له عملية اختزال أو منح أكسجين أو اتحاد بالهيدروجين أو اكتساب إلكترونات. كده يبقى خلصنا فيديو النهارده، اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الجزء الثالث من الدرس بتاع النهارده، وكده خلصنا الدرس. ان شاء الله قريب جدا هنبتدي في الدرس الثاني، وان شاء الله اللي ما اشتركش معانا يشترك ويتابعونا في الفتره الجايه باذن الله، وهنزل مراجعات، وباذن الله نشوفكم في خير دايما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.